Yeah, first of all, I owe you answering your بداية question about أنا Lebanon. مدين لك I was بإجابة actually in حول Lebanon سؤالك عن لبنان. تبقى myself and other الحقيقة Lebanese بأن هناك during World War II حربا and the first Gulf لبنانية إسرائيلية جديدة ستكون مدمرة للطرفين. I thought getting وأنا into كنت Israel أعتقد في بداية هذا sounds النزاع like بأن حسن very نصر clearly الله did not want أوضح to بأنه invade لا يرغب في أن يزج Israel بنفسه في in هذه any الحرب. way that واصلت إسرائيل قولها Hezbollah is بأن threatening حزب Israel الله with يستفزهم invasion. إلى حرب، وحزب الله Israel كان is يقول بأن threatening إسرائيل هي that التي Israel تستفزه. will worsen the Lebanese وعادة situation هذا هو أسوأ for both موقف sides عسكري، because حيث Israel يلقي كل usually طرف على leaves no الآخر calculation باللائمة، وهذا for the يؤدي إلى outcome. خطأ في If الحسابات، Israel leaves وعادة no خطأ calculation الحسابات for the outcome, يؤدي إلى حرب. فإذا we أنا can قلق في avoid هذا الأمر. losing والآن Lebanon سؤالك altogether. الوجيه للغاية حول إيران، طرحت عدة أسئلة First of حقيقة. all, I think it's بداية important أعتقد بأنه من that المهم أن transactions ندرك بأن الصفقات ما بين between إيران وروسيا هي بالفعل Russia صفقات was ومعاملات. what روسيا Iran تحتاج إلى needed. الصواريخ وتحتاج إلى المسيرات، Iran needs وإيران electronic تحتاج إلى equipment, قطع الغيار، electronic hard drives, وتحتاج أيضا إلى العملة computers الصعبة. of great فإذا value. ما من تحالف متين ما بين Israel and روسيا France have وإيران، وإنما هي مجرد علاقات agreements قائمة with على Iran. الصفقات ستنتهي I بانتهاء think هذه الحرب. every agreement تحدثت أيضا عن القدرات Iran might النووية. need أنا أحد من يؤمنون بأن if they إيران don't already have إذا لم يكن لديها will سلاح نووي succeed in الآن eventually بالفعل، ولكن achieving nuclear ستحقق neutrality هذا in Iran. الاختراق It النووي خلال reminds هذا العام، Iran of وهذا how يذكرني early كثيرا بكوريا الشمالية وكيف قاموا بالأمر. 2018 to ask من the المثير question, للاهتمام أن what نطرح will happen السؤال، ما الذي سيحدث if إذا Iran امتلكت gets إيران هذه nuclear القنبلة؟ power تقول إيران and Russia بأن doesn't. هذا من حقها، ولكنها موقعة على So معاهدة they عدم have to الانتشار، play فإذا لا تستطيع أن either تلعب هنا diplomacy or وهناك. avoid إما أن تكون موقعة أو ألا تكون موقعة، nuclear إما أن تنسحب neutrality كما in Iran. قالت Of course, كوريا Russia will الشمالية انسحبت stay من هذه المعاهدة، أو أن neutral. They تبقى will have a nuclear موقعة. neutrality ولكن in Iran. يوما They are تقول بأن neutral لديها القنبلة، Russia واليوم التالي will تقول stay بأنها ليس لديها. neutral. الأمر الآخر، من The المهم major أن نعي danger بأن facing القلق Iran الأكبر today على الأقل في does الولايات not have to المتحدة do with لأن Russia تحوز إيران على neutral القنبلة ليس neutral مجرد neutral حوزتها على القنبلة، neutral ولكن لأن جميع neutral الآخرين في المنطقة سيرغبون: الإمارات، السعودية، تركيا. فإذا هذا يضعنا في وضع لانتشار الأسلحة وتسلسل هذا الانتشار، وفي كل مرة تحصل دولة على قنبلة فسيكون هناك تساؤل: هل العالم سيكون أكثر أماناً الآن أم سيكون أكثر اضطراباً؟